هي عندنا الفولتج سورس. هلا بامكانك انا اللي بعمله عاده بعمل بكبس السبيس بار، اذا كبست السبيس بار بيعمل له زوم اب زوم اكستنس. هذا الاي سي فولتج سورس اعملوا هلا طلعوا اول شيء على الطرفين تبعون الاي سي فولتج سورس، ايش بتلاحظوا؟ هذا الطرف مربع وهذا الطرف مربع صغير. معنى الطرف المربع ايش هو؟ انه هذا الكتريكال كونكشن مش سيجنال. اوكي نعمل دبل كليك عليه. طبعا تذكروا الكونفنشن، حكينا الكونفنشن لازم يكون عندي بلس حتى لو هو اي سي فولتج سورس، مش هيك؟ ايش الكونفنشن بالنسبه للاي سي فولتج سورس؟ انه الكرنت بدخل من النيجاتيف تيرمال بيطلع من البوزيتيف تيرمال وهو بيعطيني انرجي حتى لو كان اي سي. نعمل دبل كليك عليه. هلا بعرفش اذا الكل نفس الشيء، الكل عنده بيك امبليتيود ما حد عنده ار ام اس. ليش هذا مهم؟ ليش مهم اعرف انه هو بيك امبليتيود ولا ار ام اس؟ عشان احط الفاليو الصحيح، مش هيك؟ فاذا انا عندي افرض حكيت لك بدي تبني دائره فيها 240 فولت ار ام اس، لو كان هذا بدي اياه 240 فولت بدون ما احكي مفهوم انه هاي ار ام اس، نضرب هلا 240 في جذر التنين قديش بيطلع معنا؟ 300 325. يمكن حد يتاكد منها، بالله يضرب بجذر التنين 240 في جذر التنين. الكل فاهم ليش بنحول للبيك؟ لانه هو هون في هاي الدائره عم بطلب من البيك 339.4. اذا 339.1. اوكي تمام. الفيز رح نخليها على زيرو، احنا رح نشتغل على 50 هرتز، فبدنا هاي تكون هون 50 هرتز، فبنغير هذه الفريكونسي وحاطط لك الفريكونسي هرتز. ايش كان ممكن يحط مش هرتز؟ راد بير سكند. بدك تنتبه تحط الشيء الصحيح. فاحنا هون عندنا هاي رح نحطها 50. السامبل تايم ما هتغيروا منها شيء ولا الميجرمنت، ما رح اعمل ميجرمنت، رح نعمل فولتج. اوكي؟ اذا هذا الفولتج سورس اي سي فولتج سورس. اذا بتحب بامكانك تغير هذا جنب الاي سي فولتج سورس، اعملوا كليك مره واحده بس على الاسم، بس كليك. اذا بتعمل كليك على الاسم شوفوا ايش بين معنا الكيرسر، البلينكينج كيرسر. شو معناها؟ بقدر اغير اسمه اذا بدكم. اذا بدكم ممكن هلا تشيل هذا تماما وتحط 240 فولت سبيس 50 هرتز. غير البيك والفريكونسي بس، ما غير. عملتي اوكي، لازم تعملي اوكي في النهايه. هاي 50 هرتز. هذا بسهل علينا، واضح من شكله انه هو فولتج سورس اي سي فولتج سورس. بس تخلص ما تكبس انتر، لانه اظن اذا كبست انتر بعطيك سطر جديد. اكبس اني وير ايلس بخزن هذول. اوكي ليش عملنا هيك؟ ليش الافضل اني اعمل هيك؟ عشان الشخص اللي بتطلع ما يفكر انك ما يعني مباشره ينتبه انك انت هذا مغيره للقيمه هاي، اذا غيرته من الداخل بدك ترد تغيره مره ثانيه. اوكي تمام؟ كل ماشي معي بهاي؟ الان شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب اميتر. وين بنروح؟ نفس الشيء بنروح على الفيو لايبرري براوزر. هلا احنا هون في عندنا فولتج سورسز، ما بدنا سورسز، بدنا نرجع 1 ليفل باك. فبنروح على ميجرمنتس. تذكروا انه بالسبيشلايز تكنولوجي في مجموعه لايبرريز، واحده منها ميجرمنتس. اوكي بالفندمنتال بلوكس ميجرمنتس. الكل تابع معي؟ نرجع هون هي سبيشلايز تكنولوجي. إذا بتشوفوا هون بسبيشلايز تكنولوجي في عندنا هون ميجرمنتس. في باور الكترونكس رح نستعملهم بعدين في مادة الباور الكترونكس. إيش في عندنا كمان؟ ماشينز رح نستعملهم بهاي المادة. في عندنا إليمنتس اللي هم الإندكتر، ريزيستر، كاباسيتر، بس إحنا واستعملنا الإلكتريكال سورسز. هلا بهمنا الميجرمنتس، فالكل يكبس معي على الميجرمنتس. على ميجرمنتس. وبعدين خلينا نجيب كرنت ميجرمنت. هي شايفين الكرنت ميجرمنت؟ كم تيرمينال إلها؟ ثلاثة، اثنين منهم اثنين الكتريكال واحد منهم. هلا انا مش عارف وين هذا راح، بكبس السبيس بار حط لي اياه في مكان بعيد جدا، ما بعرف ليش هيك بعمل. بدي ارد اسحبه الان اقربه. دكتور بعد ما غيرت الاسم مرة واحدة عملت رايت كليك عليه وعملت له اد. نعم دراج اند دروب. اعمله دراج اند دروب احسن. اوكي اوكي اوكي. هلا اللي بعدها بنعملها دراج اند دروب. اوكي شفتوا ايش المشكله اللي صارت؟ حطه في مكان بعيد، اضطريت اكبس السبيس بار عشان يعمل زوم اكستنس، وبعدين سحبته وجبته هون.
الشباب اقترحوا انه نعمل له دراج اند دروب، يمكن يكون احسن نعمل له دراج اند دروب. الكاميرا مش بالسبيس، بالاطراف تاعهم تقدر تسحب الماوس عشان تكسر زي ما بدك. سبيس كثير بالكاميرا. الكل سحب كارنت ميجرمنت؟ لا. اوكي، دخلوا كارنت ميجرمنت مره ثانيه، ناخذها مره ثانيه، نرجع على اللايبرري براوزر، فيو لايبرري براوزر من هون. بعطيك ايش؟